الداخلية في ارتفاع مستمر. السكان بس اللي بيزيدوا والمواشي ما بتزيدش. مشروع تحديد الناس ماشي على المواشي والبني آدمين لا. يا فندم سيادتك هتشوف أكبر مشروع لتسمين العجول في الشرق الأوسط هنا في مصر خلال يومين. أنا هزور المشروع النهارده. على فكرة أنا بلغت سيادة الرئيس إن المشروع فيه 20,000 راس حسب التقارير اللي أنت بعتها لي. اطمن يا حازم بيه، اطمن. ها شحنتوا الصفقة؟ حصل يا رئيس. يعني كله تمام؟ تمام. المشروع ده يا سيادة الرئيس احنا شغالين فيه بقالنا 3 سنين، والمحصلة النهائية بعد التسمين 20,000 راس. البقر اللي هناك ده متربي هنا؟ أيوة يا فندم. اللي هناك ده إنتاج محلي يا سيادة الرئيس. الكلام ده مش صحيح. البهايم دي كلها غربة عن المكان. إزاي يا فندم؟ بهيمة الغريبة لما بتروح مكان جديد عليها بتقعد يومين ما تاكلش. البقر ده مش من هنا. رئيس مجلس إدارة المشروع يتحاول للتحقيق. وإيماناً من سيادته بتنمية الثروة الحيوانية والنهوض بها لرفع مستوى المعيشة للمواطنين في الريف المصري وتوفير الإمكانات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والصوف والجلود، فقد افتتح السيد الرئيس مشروع الدولة لتسمين العجول المصرية 100%، ويحتوي هذا المشروع على 50,000 رأس من الماشي. يوه هو كل يوم فول؟ لا احنا عاوزين حلاوة. انا عاوز مربى. ما فيش غير فول. ما تعصبونيش بقى على الصبح انا ناقصاكوا. يا صلاح ما تقوم تشوف ولادك. في ايه يا تفيد على الصبح؟ هو انت ومراتك قاعدين في البيت عشان تخلفوا بس؟ ما تخلي الشملولة تقوم تشوف ولادها تفطرهم تلبسهم. تعبانة تعبانة تفيدة، ما نامتش طول الليل، نفسها غم عليها بتتوحم على شوربة حواوشي. يا لهوي انتوا ناويين تبلونا بعيال تاني؟ عقبالنا انشراح. نفسي في حتة عيل مزقلط كده يزقلط علينا الشقة. احنا بقالنا سنة ومفيش أي حاجة. لا لا اتلم لحد من العيال يدخل علينا ولا حاجة. اتلم؟ ما أنا من يوم ما اتجوزنا وأنا ملمومة انشراح. هانت يا حبيبي كلها كام قسط ونستلم الشقة وتبقى فلة. مش قادر مش قادر. يلا قبل انشراح عشان نروح المدرسة. يلا يلا بسرعة يلا يلا. بايا متولي بسرعة. هتنزلي من غير فطار يا بنتي على لحى بطنك؟ معلش يا ماما ما عنديش وقت. يا أبلة أبلة انشراح. أيوة يا متولي. استنى شوية مسكي دول. ايه دول؟ واحد لسان وواحد مرتد. هفطر لسان ومرتع الصبح يا متولي. ده انت مدرسة ألعاب وبتشقي طول النهار. اقعدي مع نفسك كده في الفسحة وعدي فيهم. معلش انا محطة الكيش تورشي ما عندناش، بستلفي تورشي من واحدة من صحباتك. خد يا متولي انا هطلع على النقابة وبعدين اروح على المدرسة. ليه في ايه؟ هقدم شكوى في نخيل المعلم. وانا اشتكي لمين يا انشراح؟ استني بس هقولك. انا خدت مفتاح شقة واحد صاحبي. هي شقة مفروشة، تخلصي حصصك وتجيني على العربية ونطلع على هناك. تاخد مراتك شقة مفروشة يا متولي؟ مش أحسن ما أخد حد غريب انشراح؟ متولي بس متولي. أمر عم صلاح تعالى. اقعد. دقيقة واحدة. أنا راضي ذمتك. طول عمرك طباخ بريمو 10/10 وكفاءة. أنا ما بقولش كده عشان أنت جوز بنت أختي. في يا عم صلاح وقعت قلبي؟ دوق وسمعني. تحب تسمع إيه؟ أسمع إيه؟ بقولك دوق. أو
اعوذ بالله. انا طبخت كتير وقليل، عمري ما دقت النوع ده. الهانم بتستقرضني وبتقول لي ان دي خبيزه. بذمتك دي خبيزه؟ خبزتي ايه ده؟ برسيم بالدمعه. حكمت يا شيف، ولما الهانم تطبخ لجوزها على الفطار برسيم يبقى ايه؟ يبقى حمار. تقصد ايه يا متولي؟ ومش معقول كده يا عم صلاح، مفيش حد ابدا يقوم من النوم الصبح يفطر طبيخ. انا حر، حد شريكي؟ بص بقى، انا هعمل لك النهارده طاجن كوارع من اللي وصى عليه لقمان، على الاقل يرم لك الكام عظمه اللي طالعين منك دول. بجد يا ميتو؟ بس انا ليا طلب واحد عندك يا عم صلاح. امرني. تديني الاوضه ساعه اخد راحتي فيها انا وانشراح. تفهمني غلط يا ميتو. غلط ايه؟ دي مراتي. يبقى تدفع ارضيه واحنا بنلعب قمار. يا صلاح ايه ده، مالك فيه؟ سيبني دلوقتي، سيبني دلوقتي يا ميتو، سيبني دلوقتي. متولي يا ام ابراهيم، خطه المحشي يا اخويا بتبوظ مني، اعمل لها ايه بس؟ سلقت الكروم؟ سلقته وقطعته. حطيتي ورق اللوري وجوزه الطيب؟ كل اللي قلت لي عملته، وبرده بتفك وتسيب مني. يبقى العيب مش في الخلطه، العيب فيك انت. اتشافي على المحشي شويه وانت بتحشيه. ها اتعلمه بقى. يا ام سعيد، الملوخيه يا اخويا بتزهق في الحله. ما هي لازم تسقط بنتك في الحله. شقتلها؟ والنبي شقتلها. سمعيني شقيتك كده. خرب بيتك، دي شقه مفروشه. سي متولي، عايزه ايه انت كمان؟ في ايه؟ ده ايه الحاره اللي ما راهاش غير الاكل دي؟ بخ يا بخ. اخرك كده، بتوع الحي جم وكانوا هيشدوا العربيه. وعملت ايه معاهم؟ طاجن الحي كان جاهز، اديته لهم، بس هيعدوا عليك النهارده بالليل. وبالنسبه لطاجن التامين الصحي؟ اه، ما هو الراجل جه وسال على الشهاده الصحيه. واديت له الشهاده؟ لا، اديت له الطاجن. ولا بصله، في طاجن ناقص. فين طاجن البلديه؟ طاجن البلديه اديته لبتوع الكهرباء. الظاهر ان في حد نشك شكوى علشان الكهرباء اللي عمالين نسرقها من العمود دي. سيح بقى، سيح وعلي صوتك عشان كهربك دلوقتي. هنعمل ايه مع بتوع البلديه؟ انا جهزت لهم طاجن عكاوي. حاكم بقى البلديه دول بيموتوا في العكاوي. انت هتقول لي؟ طب وبالنسبه بقى للكهرباء اللي عمالين نسرق فيها دي، ايه يعني؟ اسكت بقى. الهي يا رب يطعمك ما يحرمك مني. عم شحاته، عم شحاته، سكوب هير، ابوس ايدك. بقالك اربع سنين كل يوم تيجي هنا تدعي لي وتاخد اللي فيه القسمه. انت تخلع من هنا ويحصل لي حاجات مظريفه من هنا. طب ايه رايك ادعي عليك المره دي؟ يمكن يحصل لك حاجات ظريفه. يا عم لا تدعي عليا ولا تدعي لي بقى. بصله. نعم. طاجن الباميه اللي فات من الزبون بتاع امبارح. باميه؟ الهي يا رب يجعل في حنكك سكره وفي وشك جوهره. قادر يا كريم. عم شحاته، ربنا يعطيك ويعطيك يا رب. البلديه يا عم متولي، البلديه يا عم شحاته، بركاتك. يلا يا ابني انت وهو، شيل الحاجات دي ورميها في العربيه بسرعه. يلا يا باشا. باشا صباح الفل. ايه داخل علينا كبس الهيد الطاجن على النار؟ ولا نعم طاجن البلديه يخرب بيت استباحتك. خلاص خلاص، رجع كل حاجه مكانها ورصوها كويس. سلام يا متولي. مع الف سلامه سعاده الباشا. مين يا ابني الطاجن؟ العكاوي يا باشا. بتلو 100 100. يلا سلام يا متولي. الف سلامه يا ابني. يلا دور اطلع. ازيك يا ابله شراح؟ ازيك يا حضره الناصر؟
انا ملاحظ انك خسه شويه. مش انا مدرسه العاب؟ بيتهيألي لازم اكون خسه. وليه بقى؟ ما تربرب شويه قبل انشراح. انا قصدي يعني عشان تقدري تكملي حصصك بدل ما تدوخي وتقع من طولك. وبعدين انت ايه اللي اخرك النهارده؟ مش انا كنت قايله لحضرتك ان انا هروح على النقابه؟ يعني مش هتبطلي شكاوي وتشوفي حالك؟